بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبابي الكرام، إخوتي في الله، أحييكم أينما كنتم متتبعين معنا على قناتنا، قناة إحدار تي في، قناة لكل الناس. أحبابي الكرام، هاران وزوم سنج إجن الفيديو إن شاء الله. مدربنا ومثلنا سينور الدين زرهون كما تلاحظون على الشاشة. أحبابي الكرام، انت يوشا اذن نظرة اذن موهبة ان شاء الله شخص ربي باش ان يكون الفريق اذن الفريق ذهدرة اذن الفريق هارون شبدان. اتمنى ان شاء الله مسيرة موفقة سينور الدين، المهارة في غالز دي ما يتمنى دي الحياة ان شاء الله. الا نتمنى من الاخوان ان ندعم شوية كما تلاحظون. احبابي الكرام، انت بديت وجد في ملعب الكره الذي يتواجد بمنطقه الهداره فرع قريه اكمال اقليم الناظور. من الناس مسيره موفقه بالمهارة في غادات يخشديوش الطاس الحوايج الكبيره الناس هي يتماس يتجان وخاصه صحاب الشبده. لهذا احبابي الكرام، علاش نشوفو ومثلنا سينور الدين زرهون المدرب للكره، يعني سوامي نلاحظ راسي جنتم حتى مقرانين باش يستود الفريق الى المراتب العليا ان شاء الله. ولهذا نتمنى استقبلت نجبدان ان شاء الله اتساعد، ولو ماشي غير مادي ماديين ومعنويين. لهذا كما تلاحظون احبابي الكرام، غاسج المهارات القدرات يعني التدريب، وخاصه يعني مع الكتاكيت يعني الفتيان الصغار والكبار، يعني له مرتبة جد عالية. نتمنى إن شاء الله التوفيق يثمثنا. أنا ومن المقطع أتبع من المقطع إن شاء الله الفيديو، شو تسلم ما يتوقيع عن دي الكواليس إن شاء الله لكم هذا المقطع. تفرجوا، نعود معكم إن شاء الله مجددا أحباب الكرام. شكرا. ايثما شو ايثما، نعاود كذوم مجددا كما شاهدتم ان شاء الله عفوا المقطع من الفيديو مع استاذنا الفاضل سي نور الدين زرهون، المدرب الشاب الطموح لها مهارات جد عاليه. نتمنى ايثما ثنغ ايجاندي وخاصه منطقه العداله هذا شو نفوسي ومثنغ سي نور الدين باش هذه السيوض ثوانهم هذه السيوض ثوان المنطقه الى المراتب العليا. لان الرياضه يعني تتفادى التصن حوايج يعني للشباب. ولهذا نتمنى ان شاء الله ولو وزمر ماديين معنويين تحضر ما كيداس تشجع علاش باش نفوت باش يستوي الثروه المنطقه ان شاء الله الى المراتب العليا. كما تلاحظون احبابي الكرام، تدريب يعني ما شاء الله عليه. نتمنى له مسيره موفقه لجمعيه الرياضه المستقبل الهداره. وشكرا على حسن تتبعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم المحب لكم العبد الضعيف بن عيشة شوقي من ديار ألمانيا على قناة الهدالة تي في، وشكرا.